اسطوري اسطوري. شوف هذا يا اخوان، عنده فكره الثلج وسيوف اذن والجيتار اوكي والاسلوب والليفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بالقناة، وياكم محمد أو برنس. بهذا الفيديو يا إخوان رح نشرح عن كيف تطور هاك التنبؤ V2 أوكي. فبهذا الفيديو يا إخوان ياريت كل واحد جديد بالقناة يشترك ويفعل زر الجرس حتى يوصله كل جديد، ولايك سيدعمنا المقطع بلايك. خلونا نوصل يا إخوان هذا الفيديو 500 لايك، وانتو يا إخوان قدها وبعرفكم أساطير وما بتقصروا. فيب يا إخوان روح اضغط لايك وهلأ خلونا نبدأ. طيب أول شيء يا إخوان، المتطلبات حتى تطور هاك التنبؤ، بدك أول شيء يكون لفلك يعني 1800 تمام. وتاني شيء يا أخوي إنه لازم يكون عندك يعني هاك التنبؤ وموصله للمكس. يعني كيف يعني مكس؟ لما تروح انت تشتري هاك التنبؤ من عند نفسه يا اخوان، بتروحوا لعند صاحب الشرة، بتروحوا يا اخوان بتكلموه، ويمكن انا يا اخوان ما عندي يا مكس، لازم يكون 5000 نقطة اوكي، يعني مطور للاخير اللي بالواحد تمام. شوفوا يا اخوان انا لسه للحين ما طورته لل 5000، شوفوا لسه عاده مو ماكس. فيب يا اخوان لازم نسوي ماكس وبعدين راح نكمل الخطوات اوكي. طيب اوكي شباب، خلونا هلا على السريع نمكس ونفرجيكم كيف. اللي ما بيعرف يا اخوان كيف، طيب شوفوا يا اخوان الحين هلا هذا بوت تمام. لو نحن مثلا جينا، شوفوا راح اعلمكم، لو جينا مثلا فعلنا هيك التنبؤ، شوف بيعطي تفادي للضربات، هيك بيكون عم يترقى. شفتوا قديش كان قبل شوي، هلا هسه بفرجيكم كم راح يصير تمام. شوفوا يا اخوان اوكي، شوفوا من 10 شايفين، هلا راحوا الضربات كلها، صار يا اخوان خالص اوكي. شوفوا الحين كم راح يزيد، شوفوا يا اخوان تمام. نرجع بنكلمه، شفتوا كيف زاد، صار 4788. طيب اوكي اخوان هلا شو بدنا نسوي؟ هلا مو روحنا العشر تفاديات اوكي، راح نغير السيرفر حصرا يا اخوان. راح نغير السيرفر عشان يرجع يطلع لك التفادي تمام. هيك انتم سووا مثلي اخوان، وراح نروح هلا مكسوا على السري وبعدين نرجع لكم اوكي. يلا اخوان نشوف ان شاء الله اخوان يصير ماكس بقى على السريع. تعالوا نشوف، صار ماكس اكيد 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 صار ماكس. طيب 5000 المفروض، او ماي جاد، شايفين يا اخوان الحين يا اخوان صار ماكس الحين اوكي. اصدقائي زي ما شايفين انتقلت العالم الثالث، لاني يا اخوان كنت بالعالم الاول، فرجيتكم كيف انه اول شيء لازم تروحوا تتاكدوا انه مطورين الهاك التنبؤ حتى يوصل 5000 نقطة اوكي. وهلا يا اخوان راح نبلش نروح نفرجيكم مكان صاحب مهام هاك التنبؤ عشان نطوره اوكي. اوكي شوفوا نحن هلا بجزيرة السلحفاة الكبيرة تبعت يا اخوان الكافي اوكي، الكل بيعرفها جزيرة الفطر او جزيرة السلحفاة. طيب اوكي اخوان شوفوا الحين انا وين رايح، انتوا روحوا مثلي تمام. شوفوا تجون هون تمام حبايبي، ضلوا هيك ماشيين تمام. وبعدين يا اخوان شوفوا على ايدكم اليمين، شوفوا هذيك الشجرة شايفينها، هذيك هي اوكي مين تمام. اكو هيك شجرة على اليمين بتشوفوها، بنطلع لها يا اخوان، اكو هون شخص، خلونا نصغر. شوفوا الاناناسة الفوقانية شايفينها، هاي هي هذا هو يا اخوان الحبيب. طيب اوكي شباب هذا يا اخوان بنكلمه تمام، خلونا نكلمه يا شباب اوكي. بقول لك اهلين وسهلين، بقول لك بدي يعني صحن فواكه تمام، صحن فواكه. طيب اوكي اول شيء قبل ما نجيب هذا الصحن الفواكه، اول شيء بدنا نروح يا اخوان ننفذ مهمات اللي اخوان صاحب صاحب الكافيه تمام. هسه بنفرجيكم اياه، بنروح يا اخوان على السريع. شوفوا يا اخوان هاي الكافيه وهذا صاحب الكافيه، انا هيك مسميه اخوان، ولا هذا هو اخوان اسمه الاصلي شايفين. تعالوا نكلمه ونشوف ايش بده. طيب اوكي بيقول لي بدك تقتل لي 50 قرصان اوكي. طيب نقول له اوكي حلو، راح يعطينا 100000 و او ماي جاد حلو نايس، بناخذ المهمه تمام. طيب خلونا ننفذ له المهمه يا اخوان. هدول بتلاقوهم وين؟ بتلاقوهم هون هدول يا شباب شايفين،
هذول الفلون 1825. تعالوا يا اخوان على السرير ندبحهم. يلا نجلد فيهم. وينو هذا حبيب؟ وين رحت؟ طيب اوكي اوكي شايفين يا اخوان ببلش بيزيد العدد. خلونا يا اخوان على السريع نخلص 50 شخص وبرجع لكم على السريع. حبايبي اخر 2 ضلوا. اوه ماي جاد يا اخوان، والله يا اخوان هاي المهمة متعبة شوي. 50 بوت. طيب اوكي يا اخوان اخر واحد. نايس اوكي. الحين يا شباب راح نروح نشوف ايش ضل بده هذا الحبيب. هذول جايين يقاتلوني. لا هذول يمكن متابعين. اوكي تعال نشوف. حلو هذول متابعيني. نايس. ايش بدك تعطيني؟ هاي نشوف هذه المهام ايش ضل بده هذا الحبيب. الحين يا اخوان بيطلب مننا ان نقتل البوس. اوكي طيب شكرا حبيبي، شكرا انت على الفاكية. اوكي اخوان لازم نقتل هذا البوس اللي هون. او ماي جاد لحسن الحظ اني اخوان مرسب. نويز كفو كفو والله والله يا اخوان كفو. شايفين هان يا اخوان جنب الكافيه على ايدك اليسار بتلاقي. طيب اوكي خلونا نذبحه على السريع. هذا يا اخوان جدا قوي، تموا منه يعني، حاولوا تقتلوا على السريع. اوكي شوفوا دمه ما ازنخوا يا زلمه. اوكي خذ لك يا حبيبي. شايفين الدمج يا حبيبي؟ حاطط بوضة وأكلت كل هالدمج. أوه مهياد مقوى. طيب أوكي يلا نذبحه على السريع. اذبح اذبح ابلع يلا ابلع ابلع يلا ابلع يلا ابلع كفو. أوكي حبايبي لازم نجيب له يا إخوان الكنز. تمام اوكي تعالوا يا اخوان هلا نفرجيكم مكان الكنز. اوكي بضلوا هيك يا اخوان ماشيين ساوي. اوكي اعتقد يا اخوان من هون طريق. اوكي الطريق يا اخوان راح يكون ساوي ساوي. خليك ساوي ساوي تمام. شايفين هيك وبتضلوا ايدكم اليسار. اوكي هون يا اخوان خلونا نكسر التكسير الاسطوري. اوكي راح يفتح لنا طاقة هسه مثل ما كنتم شايفين. هذا هو مكان الكنز. حلو كفو والله. اعطاني شيء اعطاني شيء صح. طيب تعالوا ابلع هاي. طيب يلا اخوان نروح نشوف. هاي كل شيء صار نظامي صح. طيب تعالوا على السريع نروح يا اخوان نشوف كل شيء جاهز عند هذا الحبيب. اوكي تعالوا نكلمه. طيب بقول لك مثل ما هيك شايف بقول لك شكرا كثير. اوكي ليتس جو. هلا الحين يا اخوان خلصنا من مهمه هذا اللي اسمه يا اخوان كيتزن صح. اوكي كيتزن. طيب اوكي خلونا نشوف ايش اعطاني. اعطاني شيء صح. شيء اعطاني اياه. وين هاي اللي اعطاني اياها؟ وين هي يا حبايبي وينها؟ اوكي اعطاني هي يا اخوان. تمام شوفوا هي قبعة مدري شنو. المهم الحين يا شباب هلا راح نروح نفرجيكم اماكن الفواكه اللي هي يا اخوان فاكهة الاناناس، فاكهة الموزة، وفاكهة التفاحة. تمام اول شيء راح نبدا بفاكهة التفاحة لان يا اخوان بتكون بهي الجزيرة اللي انا فيها حاليا جزيرة سلحفاة. طيب اوكي خلونا على السريع نكبر فاكهة البوضة فرجيكم وين صايرة المكان يا اخوان صاير. تعالوا نفرجيكم على السريع. اوكي بتضلوا هيك ماشيين. تمام خليكم هيك ماشيين. حلو طيب وبعدين خلونا ننطنط هيك هيك على السريع. اوكي كمان ننطنط صايرة يا اخوان فوق هيك جنب شجرة. هذيك يا اخوان شايفين هذيك الشجرة؟ ايوه هذيك هي. شوفوا يا اخوان هاي شوفوا هاي هون محل الاناناسات. هذول شايفين هذول اناناسات الشجرة. خليكم هيك ساوين ساوي راح تلاقوا يا اخوان هنيك شجرة هيك لحالها. ان شاء الله تكون مرسمن التفاحة اهم شيء ما نكون تعذبنا على الفاضي. يلا بليز تفاحة تفاحة التفاحة. اوكي اعتقد يا اخوان مرسمني لمحت لاني صح مرسبني. اوكي شايفين يا اخوان هذا هو المكان. تعالوا يا اخوان ناخذها
شايفين هاي التفاحة. اوكي مبينة. اوكي يلا يا شباب نروح على المكان المكان الثاني مكان الاناناسي. اوكي اخوان يلا ليتس جو. اوكي اصدقائي انا اسف كتير كتير يا شباب لاني يا اخوان كنت ناسي اني افتح التصوير، انا عم انتقل من جزيرة لجزيرة وساويت يا اخوان كل اشي ونسيت يا اخوان انه مطفي التسجيل، فانا اسف كتير يا اخوان عن جد سامحوني. تمام انا هلا طورت كل شيء، يعني طورت الهاكي التنبؤ ولكن رح ارجع عيد الخطوات على قدامكم يعني. اوكي فسامحوني كتير جدا جدا انا اسف. اوكي اخوان شوفوا يا شباب هلا رح نروح على مكان شو اسمه مكان رسبون الفاكهة الاناناس مثل ما كنتم شايفين مكان الجزيرة الاولى تبع العالم الاول الثالث. تمام هسه يا اخوان بنروح ورا البنايات. اوكي نفرجيكم وين بتكون. تمام شوفوا معي بنروح هيك لورا البنايات عشان اسهل عليكم الامر. خلوني يا شباب شوفوا صرنا هيك ورا البنايات. تمام هسه بظهر لكم شو اسمه شوفوا. تمام الحين يا اخوان بنروح على الجهه اليمنى راح نلاقي يا اخوان هون اناناسي. شوفوا تحت هاي الصناديق شايفينها هاي هي وهيك يا اخوان بكون فرجيتكم مكان الاناناسي. تمام هلا هسه بنروح بنفرجيكم مكان الموزة اللي راح تكون يا اخوان بجزيرة الشجرة. تمام اوكي حبايبي زي ما شايفين احنا هلا بمكان جزيرة الشجرة. تمام شوفوا اول ما يعني اول ما تجوا عليها البداية هون شوفوا راح نروح يا اخوان حاليا على هذاك المكان. شوفوا وين ما عم بروح انا انتو يعني روح وراي. شوفوا هذوليك الثلاث شجرات بتلاقوهم هيك عزي فوق يا اخوان ديك على هيك ضفة هيك لحالها. تمام تعالوا نروح لها السريع. هون يا اخوان بتكون مرسبني الموزة. طيب خلونا نطلع نط حبيبي شو صار لك. اوكي هون يا اخوان مفروض تكون الموزة. طيب ايوه هاي هي شباب فين يا اخوان هاي هي الموزة. تمام حبايبي هسه برجع بفرجيكم المكان. شايفين هاي المكان اكو هيك يا اخوان ثلاث اشجار جنب بعض شايفين. طيب اوكي خلونا هلا ناخذ الموزة. اوكي حبايبي بعد ما جمعنا يا اخوان الفواكه الثلاثه اللي هي التفاحه والاناناس والموزة. تمام الحين تجوا لعندي يا اخوان صاحب الكافيه اللي هاد. اوكي بنكلمه عشان يا اخوان يساوي لكم صحن الفواكه. تمام اوكي شوف يا اخوان راح يساوي الصحن هيك بهالشكل. تمام شوف يا اخوان ما لزه. اوكي شايفين يا شباب هلا راح نروح يا شباب على صاحب المهام. اوكي بس انتبهوا ما حد يقتلكم يعني راح تعذبوا. اوكي تمام حبايبي اوكي خلونا نروح على السريع صاحب المهام نفرجيكم هلا يا اخوان ايش تسوون. اوكي تعالوا نروح على السريع بالفاكهة الضوء. اوكي نحن كناها هيك على الفاضي يعني وين صار هذا. اوكي هذا يا اخوان هذا يا اخوان هون. تمام تعالوا تجي يا اخوان هون بتكلموه. تمام انا يا اخوان من قبل ساويته. اوكي فبس كلمته ضل عم يتكلموه. تمام راح ياخذ منكم هذا الصحن. تمام وراح يصير عنكم يعني راح يكون مرقى يا اخوان راح تدفعوا 5 مليون راح تدفعوا يا اخوان 5 مليون وبعدين راح يصير عندكم هاكي التنبؤ ليفل 2. مبروك عليكم يا اخوان. اوكي يا شباب مثل ما كنتم شايفين مبروك عليكم هاكي التنبؤ المطور. او ماي جاد شوف يا اخوان بيطلع لكم ايش معه سيوف فاكهه ايش ماكل وبيطلع لكم يا اخوان لفلو. تمام يعني مره يا اخوان اسطوري اسطوري. شوفوا هذا يا اخوان عنده فاكهه الثلج وسيوف اودن والجيتار. اوكي والاسلوب واللفل حلو يا شباب مثل ما كنتم شايفين. لو عجبكم المقطع يا اخوان واستفدتوا منه يا ريت يا شباب تدعموا لنا هذا المقطع لايك خلونا نوصل 500 لايك مثل ما اتفقنا. وكل الحب والاحترام لكم اشوفكم في فيديو جديد مع السلامه.